أهلا بكم. أعلن رئيس غرفة التجارة في محافظة كرمانشاه الإيرانية كيوان كاشفي أن صادرات بلاده للعراق بلغت 9 مليارات دولار خلال العام الماضي. وقال كيوان كاشفي إنه خلال العام الماضي بلغ صادرات إيران للعراق للمرة الأولى نحو 9 مليارات دولار، من ضمنها 3 مليارات عبر محافظة كرمانشاه وحدها. وأشار إلى أن الاستثمارات المشتركة وإنشاء مصانع لتجميع بعض السلع الإيرانية في العراق يقع ضمن استراتيجيات إيران لتنمية الصادرات، مضيفا أنه ينبغي الاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الحدود المشتركة الطويلة بين البلدين. من الجدير بالذكر أن إيران تعاني حصارا اقتصاديا بعد العقوبات الأمريكية عليها والتي تمنع استيراد أو تصدير البضائع إليها، الأمر الذي دفعها لتجعل من العراق منفذا لتهريب الأسلحة والمخدرات والبضائع التالفة. أفاد مصدر أمني بضبط سهريج محمل بمادة النفط المهربة من محافظة كربلاء. وقال المصدر إنه تم ضبط السهريج في ناحية أبو غرق غربية بابل، مشيرا إلى أن السهريج تم تهريب مادة النفط المضبوطة فيه من كربلاء. يذكر أن ظاهرة تهريب النفط من المحافظات الجنوبية قد تزايد بشكل كبير في الفترة الأخيرة، حيث تفيد المؤشرات أن المضبوط منها لا يتناسب والكميات المهربة من المصافي أو عبر الأنابيب الناقلة. اعترف علي الدايني رئيس مجلس محافظة ديالى بوجود أزمة سكن خانقة في عموم المحافظة. وقال علي الدايني إن المحافظة تمر بأزمة سكن خانقة مستمرة منذ سنوات عديدة، لافتا إلى أن المحافظة بحاجة ماسة لبناء أكثر من 60,000 وحدة سكنية لمعالجة العجز الذي تراكم خلال الفترة الماضية، مضيفا أن أزمة السكن تسببت بولادة العشوائيات وتجريف البساتين الزراعية وشطر المنازل السكنية في ديالى، خاصة في المدن الكبيرة ومنها بعقوبة. حذر رئيس مجلس ناحية بوهرس في محافظة ديالى عبد المطلب السامرائي من خطورة تلوث مياه نهر خراسان في بعقوبة. وقال عبد المطلب السامرائي إن نهر خراسان الذي يمثل شريان الحياة لبوهرس وكل مناطق بعقوبة يعاني من ارتفاع معدلات التلوث في مياهه بسبب رمي النفايات والقاذورات والمياه الثقيلة فيه. وأضاف أن الجزء الجنوبي من النهر الذي يمر بناحية بوهرس تحول إلى مكب نفايات بسبب التجاوزات الكبيرة للمقاهي والمطاعم وبعض الأحياء والأزقة السكنية، لافتا إلى أن ما يحدث هو بداية كارثة بيئية وصحية، الأمر الذي انعكس سلبا على الواقع الزراعي والاقتصادي في المحافظة. ذكر مصدر صحفي في محافظة ديالى أن فريقا من شعبة تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة بدائرة صحة المحافظة أغلق مختبرا أهليا. وأرجع المصدر الصحفي إلى أن الإجراء الذي اتخذته دائرة الصحة يعود إلى مخالفة المعمل للشروط والضوابط الصحية المنصوص عليها في قانون ولوائح عمل المعامل، مضيفا أن الدائرة تحفظت على الأجهزة والمستلزمات الطبية الموجودة في المعمل. يذكر أن ظاهرة المعامل غير المرخصة قد تزايدت بشكل كبير في العديد من محافظات العراق، ما ينذر بكارثة صحية لعدم وجود ضوابط تؤكد التزامها بالاشتراطات الصحية. إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. إلى اللقاء.